وبكى كريستيانو رونالدو، دموع حديث الجميع، حديث المشجعين وحديث الشامتين وحديث المتعاطفين مع لاعب استثنائي. لكن لماذا بكى رونالدو؟ سألنا متابعي صباح العربية والإجابات تراوحت بين الجادة والمضحكة. هانس الهانية مثلاً قال إنه بكى لأن زملائه خذلوه وما ساندوه إلا في نص الشوط الثاني، والجميع أكيد لاحظ. وساندرا قالت إن الدموع سببها شغف النجاح، وكتبت اللي عنده هوس النجاح يبكيه الفشل. لكن آخرين ظلوا فخورين بلاعب المتميز، فدموعه هي علامة شغفه الكبير، والأهم دلالة على أن عمله وإقامته في السعودية ليس من أجل المال، بل أصبح منخرطاً عاطفياً في مغامراته السعودية. ننهي بهذا التعليق مع أبو محمد. رونالدو لاعب حقق جميع البطولات القارية وحقق كل الجوائز الفردية ووصل لعمر 40 سنة، ولحد الآن بداخله شغف الفوز بالألقاب. إنه CR7.